السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين الكرام، يعطيكم العافية، يسعد الله صباحكم أينما كنتم يا رب العالمين، وقولوا اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله عليك توكلنا يا رب، أنت الميسر يا ربي وللمعسر بإذنك يا رب العالمين. وصلينا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. بنقول اليوم عندنا الشمام العنسي موجود الحمد لله، وعندنا البرتقال السكري، قص وذوب وعطى الجواب، وعدنا طال عمركم اليح الملكي الإكسترا ون، والقص جباري، جرب وذوب وعطى الجواب. اي نعم، يح رقم واحد والقص جباري يا اخواني، يعطيكم العافية، تحياتي للجميع. وعدنا بارك الله فيكم السمن العربي، وعندنا الخل الليمون، وعندنا السمن العربي عند الاتشار الثاني، وعندنا الهال، وعندنا السنابل الفلفل والزعتر والثوم، وعندنا هذه صافيه بدون مدقوقه ومنخوله ومنظفه يا اخوانا، يعطيكم العافيه. وعندنا الحنة العماني، وعندنا القهوه البريمية موجودة، السعودية موجودة، عندنا العسل المناح التربية السمر، عندنا السدر، عندنا التمر الإخلاص ما شاء الله، شوف ما شاء الله حبته كبيرة فوق واحد، وعندنا العوال اليريور طيب، وعندنا العسل الأصلي، وعندنا المناح التربية، وعندنا الملح العماني الطبيعي الاصلي موجود، ويعطيكم العافيه. عطيه رب الرحمن الرحيم، الجواب كريم، فراوله واللي بيتذكر ما ياكله باب باب باب، هنا الجواب.